أسعد الله أوقاتكم بألف خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا بكم إلى حدث اليوم من قناة الساحل. في 7 أبريل من كل عام يتم تخليد اليوم العالمي للصحة. موريتانيا خلدت هذا اليوم أو احتفلت بتخليد هذا اليوم تحت شعار التغطية الصحية الشاملة. معي للحديث عن هذا الحدث الدكتور محمد ولبات، رئيس مصلحة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بكم. بداية، موريتانيا خلدت اليوم العالمي للصحة تحت شعار التغطية الصحية الشاملة، ما الذي يعني هذا الشعار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. بالنسبة لقطاع الصحة خلد سنويا على غرار المنظومة الدولية اليوم العالمي للصحة، وهذا اليوم العالمي للصحة هو يوم إنشاء منظمة الأمم المتحدة للصحة ومنظمة الصحة العالمية، وحيث أنها هي تعتبر من أقدم منظمات الأمم المتحدة، واليوم العالمي للصحة من أقدم الأيام اللي يحتفل بها سنويا، حيث أنها تحتفل به من عام 1950 كل عام، وكل عام دير له شعار معين يركز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولوية في سلم المنظمة. وهذا العام الشعار هو التغطية الصحية الشاملة، احتفلت به بلادنا. السنة الماضية كان نفس الشعار وقطعت فيه خطوات لا بأس بها، وتم تكرير الشعار المرة الثانية العام 2019 اللي تأكد في العقود الأخيرة أن التغطية الصحية الشاملة هي أهم الاستراتيجيات المعتمدة التي أدت إلى التقدم نحو أهداف التنمية ونحو الصحة للجميع التي تعتبر الغاية من النظام. طيب، ما الذي يعني هذا الشعار التغطية الصحية الشاملة؟ يعني التغطية الصحية الشاملة تعني تأمين جميع السكان أو جميع المواطنين بتغطية صحية شاملة. أولا للوصول إلى هذا الهدف يجب تحليل الشعار إلى التغطية والصحية والشاملة. التغطية الصحية للوصول إليها لابد من عمل على بناء وفتح المنشآت الصحية، تكوين الكادر البشري، والتغطية الجغرافية أي توزيع هذه المنشآت على مختلف المناطق البلاد. وكلمة شاملة تعني أن شاملة تشمل الجميع، صغار وكبار، إناث وذكور، كل الناس من دون أي استثناء. كما أن شاملة في هذا المقام تشير أيضا إلى التغطية شاملة في كل الأمراض وكل الأحوال الصحية، ليس الأمراض البسيطة أو الأمراض الخطيرة، إنما تغطية شاملة لكل النواحي المرضية. طيب، ما الذي تم القيام به حتى الآن من أجل تحقيق أهداف هذا الشعار على أرض الواقع؟ في السنوات الأخيرة تم الانتباه إلى أن التغطية الصحية الشاملة هي الحل، وتم العمل على إنشاء البنية التحتية الصحية، حيث تم افتتاح مستشفيات ومراكز تخصصية، والعمل على فتح مراكز الصحية في جميع المقاطعات والبلديات والنقاط الصحية، حيث تم وصلت المستشفيات حتى الآن إلى 22 مستشفى، والمراكز الصحية وصلت إلى أكثر من 100، والنقاط الصحية إلى حدود تقترب من 700. والتغطية الصحية الجغرافية تقدر ب 70% في شعاع 5 كيلومتر. والعلاجات الوقائية كيف يعني 70% في شعاع 5 كيلومتر؟ حيث أن المساحة الجغرافية للبلد 70% منها مغطية في شعاع 5 كيلومتر، حيث أن 70% من المساحة أينما كنت يكون هناك نقطة أو مركز أو مستشفى في شعاع أقل من 5 كيلومتر. تم هذا حتى الآن أم أنا خطط أو استراتيجيات مطروحة من أجل التطبيق؟ لا، تم حتى الآن. هذا القطاع يعمل على هذا الميدان من فترة، والآن تم الوصول إلى 70%، والهدف هو 100%. كمان العلاجات الوقائية مجانية في المؤسسات العمومية، وخدمات المراكز والنقاط الصحية القاعدية الوقائية المتوفرة مجانية 100%، وخدمات المراكز والنقاط الصحية القاعدية العلاجية متوفرة بتعويضات رمزية. طيب، اسمح لي قليلا، ذكرتم مستشفيات، مراكز،
تخصصية نقاط صحية، يعني ما الذي يعني كل يعني تفصيل بين هذه النقاط كل على حدة؟ هذا جيد. بالنسبة للمستشفيات، من المعلوم أن الصحة تبدأ من الاستشارة، قد تكون لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى، وقد لا تحتاج إلى حتى إلى مخابر أو فحوص أو إشعاع، وإنما تكون استشارة الطبيب، يخضع المريض للفحص ويتم وصف الأدوية وينصرف إلى بيته. لأن في حالات متقدمة على تلك الحالة يكون المرض يحتاج إلى فحوص ومخبر وإشعاع، وفي حالات أكثر تقدم يحتاج إلى الحجز في المستشفى. حيث أن النقاط الصحية هي نقاط صحية تدار من طرف ممرضين وتقدم الاستشارات العامة. أما المراكز الصحية فهي نوعين، هناك مراكز صحية A ومراكز صحية B، وكلها تدار من طرف أطباء. الفرق بين المراكز الصحية من فئة A وبين A شبه مستشفى صغير، يحتوي على تصوير شعاعي، ويحتوي على عيادات الأسنان، ويحتوي على الاستشارة والتشخيص والحجز. نعم. والمستشفيات هي المراكز الكبيرة التي تتوفر على جميع التخصصات وجميع المخابر وأدوات الفحص الحديثة. طيب، هذه النقاط الصحية والمستشفيات والمراكز التخصصية التي ذكرتم أنه يعني تم تغطية 70% منها حتى الآن، هل تم تجهيز هذه المراكز على معايير مضبوطة؟ يعني هل هي الآن صالحة للاستخدام؟ هل تم التوجه أو التفاعل معها حتى الآن أم أنها لا تزال يعني طور الإنشاء؟ لا، بالنسبة لهذه الأرقام هي المنشآت التي تعمل اليوم. قد تكون هناك منشآت قيد الإنجاز وقيد الإنشاء، لكنها غير محسوبة في هذه الأرقام. هذه الأرقام هي المراكز والنقاط والمستشفيات العاملة التي يراجعها المرضى يوميا في هذه الفترة. طيب، يعني اكتملت هذه الأرقام هذا العام أم العام الماضي؟ هذه الإحصائيات من بداية هذه السنة أو نهاية السنة الماضية، والآن نتيجة لاهتمام القطاع بفتح منشآت جديدة والتوسعة في منشآت، لا يمكن نعطيك الرقم النهائي اليوم تحديدا. ما هذه آخر أحصائيات من شهرين ثلاثة. طيب، بوصولكم إلى 70% من تحقيق شعار التغطية الصحية الشاملة، لماذا تعيد منظمة الصحة العالمية نفس الشعار هذا العام؟ هل يعني ذلك أنكم لم تسيروا على الخطوات المناسبة لتحقيق هذا الشعار من قبل؟ جيد. حتى نكون أكثر دقة، 70% في ناحية واحدة من الشعار، في ناحية جغرافية، التغطية الصحية الجغرافية. هو التغطية الصحية الشاملة ذات الكثير من الأبعاد. هناك بعد يمكن تحقيقه ويتعلق بوجود المنشأة في حيز جغرافي معين، لكن تبقى أمور ثانية، هل الخدمة في هذه المنشأة مجانية، وهل هي متوفرة للجميع، وهل هي في المستوى المطلوب، وهل الأدوية موجودة، وهل الفحوص، وهل وهل وهل, وهل. هذا 70% في الناحية الجغرافية فقط، انتشار جغرافي. أما المعايير الأخرى فذات نسب أخرى. طيب، ماذا عن المعايير الأخرى؟ ما هي نسب المعايير الأخرى؟ المعايير الأخرى، الدولة تعمل منذ سنوات على تحقيق والسير في هذا الاتجاه، حيث تم اقتناء الكثير من التجهيزات وتم تكوين الكادر البشري، وهو في ازدياد، لكن الطريق طويل، ليس بين ليلة وضحاها، فيتطلب الكثير من العمل، لكن نسير في الاتجاه الصحيح. وتم في الفترة الأخيرة دعم هذا الاتجاه بخطوات جبارة اتخذها الصندوق الوطني للتأمين الصحي كنام، حيث تم فتح التأمين. طبعا في البداية كان المؤمنين كانوا الموظفون والمتقاعدون عسكريون وبدنيون، ومن هم تقدم إلى منظمات مهنية في القطاعات العام والشبه العام والقطاع الخاص، والآن تم فتح التأمين الصحي
الاختيار، حيث أن أي شخص يمكنه الآن أن يشترك في التأمين الصحي. طيب، التأمين الصحي الاختياري أو حتى ما تحدثتم عنه وهو توسيع الضمان الصحي التي قيم بها مؤخرا، هذه الخدمات يستفيد منها المواطن بشكل مباشر. طيب، هذه الخطوة الأولى التي تتعلق بالتأمين الصحي الاختياري ربما تتطلب منشآت مجهزة 100% من أجل تلبية الخدمة التي يسعى المشترك إلى نيلها من اشتراكه، والذي سيكون مدفوع الثمن على ما أعتقد. تأمين التغطية الشاملة 70% جغرافيا، هل تخدم واقعية وجود هذه النقاط الصحية أو المستشفيات بطريقة مجهزة تماما من أجل الدخول في التأمين الصحي الاختياري؟ طبعا، هو بالنسبة للتأمين 70% من التغطية الجغرافية هي تعتبر مؤشر مهم، حيث أن المواطن إن احتاج إلى تأمينه ولم تكن المنشأة في الحيز الجغرافي الموجود فيه قد لا يستفيد منها، بحيث أن الانتشار الجغرافي هو أهم النقاط حيث توجد المنشأة، حتى إذا احتاج لها المواطن تكون موجودة، سواء تم الاستشفاء عن طريق التأمين أو حتى عن طريق الدفع المباشر، الطريقة الطبيعية العادية. طيب، يعني كيف سيستفيد من وجود هذه النقاط الصحية ما دامت لم تكتمل بعد أو لم تجهز بعد من أجل أن يجد الخدمة التي يريد؟ لا، كل هذه النقاط الصحية والله المراكز الصحية المفتوحة مجهزة وتعمل بشكل طبيعي. أما بما يخص أنه 70% لا تخلط عليك ذيك 30%، احنا بلد شاسع، مساحته شاسعة، فيها مناطق قاع ما هي مأهولة، هي مناطق ما فيها سكان بالتالي محسوبة في هذه. لكن بالنسبة للمناطق المأهولة، ماذا يعود الرقاش في حيز جغرافي ما فيها مش صحية فقل من 5 كيلوات؟ طيب، اسمح لي، يعني أحب دائما أن أنزل إلى الواقع، اسمح لي أن ننزل معا إلى الواقع. تحدثنا عن تغطية ربما شبه شاملة 70% جغرافيا ومنشآت صحية مجهزة ومكتملة وتأمين صحي للمواطن البسيط حتى غير العامل، ونحن أمام ربما أصوات مواطنين يتحدثون عن رداءة الخدمة الصحية في موريتانيا، اللجوء إلى السفر إلى بلدان خارجية من أجل تناول هذا العلاج. يعني ربما هناك اضطراب ما بين الواقع الذي تحدثتم عنه والواقع الذي يتحدث عنه المواطن. جيد، بالنسبة لواقع الصحة في البلد في تطور مستمر، قد لا يكون وصل إلى ما نرضى عنه وما يرضى عنه المواطن، لكن المواطن يشهد أنه فيه تطور مستمر، حيث أن الرفع إلى الخارج والاستشفاء في الدول المجاورة تقلص إلى أقصى درجة، حتى أن بعض التجهيزات الموجودة هنا غير متوفرة في البلدان المجاورة، حيث بدأ بعض الجيران يلجؤون إلى الاستشفاء في البلد هنا. طيب، يعني تحت شعار هذا الشعار الذي تم اختياره، التغطية الصحية الشاملة، بعيدا عن تخليد اليوم العالمي للصحة، ننزل إلى بعض المشاكل الصحة المطروحة للمواطن، ربما من أهمها ظاهرة الأدوية المزورة. بماذا قيمة تطبيقيا وليس نظريا حتى الآن من أجل محاربة هذه الظاهرة؟ بالنسبة لمحاربة الأدوية المزورة، هو مشروع عالمي، حيث أنها ما هو مقتصر على موريتانيا، الأدوية المزورة موجودة في العالم كله، وتم متابعتها ومحاربتها. بالنسبة لموريتانيا قطعت خطوات جبارة في هذا المجال، حيث تم تحديد مركزين يمكن إدخال الدواء إلى موريتانيا عن طريقهم، هو ميناء الصداقة ومطار متونسي في نواكشوط، حيث لا يمكن لأي شخص استيراد الأدوية وإدخالها بشكل شرعي إلى البلد من غير هؤلاء النقطتين، وبالتالي تم مراقبتها وفحص العينات عن طريق مخبر مراقبة جودة الأدوية، والأمور تحت السيطرة. هذا المخبر موجود بالمطار أم يتم فحص الأدوية بعد وصولها إلى الصيدلية؟ موجود في البلد، موجود في جنب المستشفى الوطني. طيب، إذا كانت فقط لديكم بعض التفاصيل، هذه الأدوية التي تستورد تأتي عن طريق المطار أو النقطة الأخرى التي ذكرتم، يتم فحصها متى؟ بعد الوصول إلى الصيدليات أم؟ لا، يتم فحصها قبل الإذن بتوزيعها، حيث تؤخذ منها عينات. من المعلوم أن طرق الفحص هي أخذ عينات، لا يمكن أن نفحص كل قرصة وكل
علبة لكن تؤخذ منها عينات، وغالبا هذه الأدوية المدخلة عن طريق المعابر الشرعية هي جيدة وخالية من أي مشاكل نظرا للعينة. طيب يتم اختيار هذه العينات من قبل اللجنة المختصة بمراقبة هذه الأدوية أم يعني المستورد هو من يرسل هذه العينات؟ لا لا، تم اختيارها من طرف عمال المختبر بطريقة عشوائية. لا، عن طريق عندهم طرق علمية لاختيار العينات. طرق علمية يتم اختيار بها عينات لفحص أي كمية واصلة من الأدوية. لكن المشكلة تأتي من أين؟ تأتي من التهريب، حيث يتم فعلا في كل البلدان العالم تهريب بعض المواد غير صالحة أو المزورة عن طريق نقاط ثانية. وهناك مديرية في وزارة الصحة ومفتشية وهي لها بالمرصاد، حيث يتم تفتيش الصيدليات والمستودعات الصيدلانية بشكل منتظم، وكل ما كان هناك داعي يتم إحراقه ومصادرة الكميات غير نظامية. طيب هل هنالك عقوبة عدا عن مصادرة وإحراق هذه الكميات بالنسبة للصيدليات التي تستخدم هذه الأدوية أو تعرضها للبيع؟ طبعا هناك عقوبات، حتى أن البعض وصفها بالقاسية، حيث تم معاملة الأدوية غرامات كبيرة وحتى تصل إلى السجن لعدة سنوات. طيب نتحدث الآن عن جانب آخر ربما هو مربك جدا بالنسبة للمشاهد، فقط اقتنص الفرصة من أجل وجود يعني هذا اليوم العالمي للصحة، ومن أجل أيضا وجودك من أجل بعض التوضيح. المخاوف من الأمراض المفاجئة المعدية أو الوبائية، ما هي استراتيجيات الدولة حتى الآن في التشخيص والعزل والقضاء وأيضا التحسيس والتوعية تجاه هذه الأمراض؟ بالنسبة للقطاع عنده مصلحة متخصصة في الرقابة الوبائية، حيث يتم رقابة الأوبئة على المستوى الوطني، حيث هذه المصلحة عندها ممثلين في كل المقاطعات، وتم المراسلة بينهم هو المصلحة المركزية هون بأي ظهور أي وباء، وتم التصدي له الطرق المعهودة. كيف يشخص كوباء؟ هناك أمور علمية قد لا تتسع سانحة لذكرها، حيث الأمراض تختلف، كل مرض بعض الأمراض 5 حالات تعتبر وباء، بعض الأمراض 100 حالة، بعض الأمراض حالة واحدة تعتبر وباء. طيب بعد تشخيص هذا الوباء يتم عزله؟ يتم التصدي له، والحمد لله في الفترات الأخيرة لم نشهد أي وباء. لم تشهد البلاد أي أوبئة في الفترات الأخيرة. ماذا عن الحمى المصاحبة للخريف التي ربما يصنفها البعض من المواطنين كوباء؟ نحن لا نعتبرها كوباء، إنما هي حمى تظهر في فترات معينة وتم التصدي لها في كل سنة. طيب أشكركم جزيل الشكر الدكتور محمد اللباط رئيس مصلحة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفا في حدث اليوم من قناة الساحل. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى حدث قادم في أمان الله.